فموضوع الحرية والمساواة وحقوق المرأة والمساواة في المرأة هو موضوع غريب عن الإسلام، ليس له دخل في الإسلام في شيء، ولكنه نتاج عقل بشري. عندما توضع القوانين عن طريق البشر فهم يخطئون ويجحدون. ولهذا قامت المرأة في الغرب تطالب بحقوقها. المرأة لا تعمل، ليس لها حق العمل، المرأة كالعبد في البيت. هذه أفكار غريبة عن الإسلام ولكنها موجودة في بلاد المسلمين، والسبب هو البعد عن الدين والبعد عن مفهوم الدين وما عمله الغرب وما عملته بريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت عندما احتلوا بلاد المسلمين، من غرس هذه الأفكار في عقول وقلوب أجدادنا، وكانت النتيجة أن هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ثم أصبح الغرب ينظر إلى ذلك بأن هذه نقطة ضعف، هذا تمييز ضد النساء، غرسوها وأنتجت، وهم يستغلونها ضد الإسلام. فأنا أدعو نساءنا ونساء المسلمين إلى أن يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى ويفهموا العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، ولا يغترن بمفاهيم الغربية ومفاهيم المساواة